ارتفاع الكوليسترول والشحوم الثلاثية يمكن أن يمنع فيتامين إي عن أنسجة الجسم. يعتبر فيتامين إي ضرورياً للدماغ والكبد والعينين والجلد وجدران الشرايين وغيرها، ولكن هل يعقل أن تتأثر قدرة أنسجة الجسم على أخذ حاجتها من هذا الفيتامين بسبب الدهون الموجودة في الدم؟ لنتابع هذا المقال ونتعرف معاً على مصير هذا الفيتامين في الجسم. استمراراً للجدل القائم حول الكمية الكافية من فيتامين إي، اتجهت بعض الدراسات إلى البحث في امتصاصية هذا الفيتامين ومدى كفاءة أنسجة الجسم في الحصول على حاجتها منه أثناء تواجده في الدم. وفي هذا السياق نشرت المجلة الأمريكية للتغذية السريرية American Journal of Clinical Nutrition نتائج دراسة تقول بأن المستويات العالية للشحوم في الدم كالكوليسترول والشحوم الثلاثية يمكن أن تمنع هذا المكون الهام من الوصول إلى الأنسجة التي تحتاجه. وأكدت هذه الدراسة أن قياس مستويات هذا الفيتامين في الدم بالطرق التقليدية المعتادة ليس كافياً لإعطاء صورة صحيحة حول كفايته وتلبية احتياج الشخص منه أم لا. وتعتبر نتائج هذه الدراسة هامة لأن أكثر من 90% من الأشخاص الذين لا يتناولون المكملات الغذائية يعانون من نقص فيتامين إي في حميتهم المتبعة. ويعتبر هذا الفيتامين واحداً من مضادات الأكسدة القوية الذوابة في الدهون، حيث يلعب دوراً هاماً في بعض الوظائف العصبية وفي تنظيف الجسم من الجذور الحرة، إضافة إلى دوره المذكور آنفاً في الأعضاء المختلفة. ويبلغ الاحتياج اليومي منه 15 ميليغراماً، علماً أن بعض الخبراء كانوا قد اقترحوا تخفيض مستوياته الموصى بها، إلا أنها بقيت على ما هي عليه نتيجة لما تبين لاحقاً من مشاكل في الامتصاص. أما عن نتائج البحث المنشور فقد كانت مثيرة للقلق بشكل خاص لدى من يعانون من البدانة المفرضة أو متلازمة الاستقلاب Metabolic Syndrome، حيث يتعرض هؤلاء بشكل خاص لانخفاض امتصاصية هذا الفيتامين نتيجة ارتفاع مستوى الشحوم في الدم، علماً أن جميع أنسجة جسمهم تتطلب وجود هذا الفيتامين الضروري بسبب تعرضها للالتهابات الناتجة عن الهجمات التأكسدية، مما يزيد من حاجتهم لفيتامين إي الذي يزيل الجذور الحرة المؤكسدة. ولكن وبسبب ارتفاع مستوى الدهون في الدم فإن هذا الفيتامين يبقى عالقاً في الدورة الدموية ويدور فيها بدلاً من الوصول إلى الأنسجة. أجري البحث على 41 رجلاً وامرأة من البالغين الصغار والكبار في السن، والذين حصلوا على فيتامين إي من تناول الكرونبي الموسوم واسماً نظيرياً ديتريوم ليبلد كولارد جرينز، والذي يساعد في تتبع حركة المواد الغذائية في الجسم. لم تظهر النتائج تأثيراً كبيراً للسن أو الجنس على امتصاص الفيتامين، ولكنها أظهرت تأثيراً واضحاً لمستوى الدهون في الدم على فترة بقائه في المصل، علماً أن ارتفاع الشحوم في الدم يلاحظ بشكل خاص لدى كبار السن أو من يعانون من البدانة. وقد كانت الطريقة الجديدة المتبعة في القياس شديدة الدقة في تتبع الفيتامين وقياسه، ووجد بنتيجتها أن 24% منه فقط تم امتصاصها من قبل الأنسجة، مقارنة ب 81% بطريقة النظائر المشعة المستخدمة قديماً، أي أن الكمية الفعلية التي وصلت إلى أنسجة الجسم كانت تقل عن الثلث. تجدر الإشارة إلى أن فيتامين إي المتبقي في الدم لا يضيع بشكل كامل، بل يمكنه أن يساعد في حماية نوعي الكوليسترول
LDL و HDL من الأكسدة، وهو أمر جيد إلا أنه لا يعوض خطر نقصه في الأنسجة. وفي الختام، لابد من التنويه إلى إمكانية الحصول على فيتامين إي من زيوت الطعام وبعض الخضروات، ونوضح فيما يلي محتوى بعض الأغذية من هذا الفيتامين. في ربع كوب من بذور دوار الشمس المجففة والمحمصة نستطيع أن نحصل على 8.4 ميلي جرام من فيتامين إي. في 14 حبة من اللوز أي 30 غرام تقريبا نستطيع أن نحصل على 7.4 ميلي جرام. في كوب من السبانخ المطبوخة نستطيع أن نحصل على 6.7 ميلي جرام. في ملعقة طعام من زيت دوار الشمس نستطيع أن نحصل على 4.6 ميلي جرام. في كوب من الجزء الورقي الأخضر للشوندر نستطيع أن نحصل على 2.6 ميلي جرام. في كوب من القرع نستطيع أن نحصل على 2.6 ميلي جرام. في كوب من الفليفلة الحمراء نستطيع أن نحصل على 2.4 ميلي جرام. في كوب من الهيليون المطبوخ نستطيع أن نحصل على 2.2 ميلي جرام. في كوب من الكرنب الأخضر نستطيع أن نحصل على 2.1 ميلي جرام. في 85 جراما من سمكة أبو سيف المطبوخة نستطيع أن نحصل على 2.1 ميلي جرام. في حبة كاملة من ثمرة المانجا نستطيع أن نحصل على 1.9 ميلي جرام. في ربع حبة من ثمرة الأفوكادو نستطيع أن نحصل على 2 ميلي جرام. في ملعقة طعام من زبدة الفستق نستطيع أن نحصل على 1.4 ميلي جرام من فيتامين إي.